Extremists are broadcasting hate on Arab airwaves, but moderates in the region have been stepping up to challenge them. The following clips from the Gulf show a politician, a government, and a liberal writer beginning to act against TV channels that incite to violence. يا اخوان الان الكويت تتعرض للارهاب يضرب الكويت من زمرة داعش الكافرة الخارجة على شرع الله كنبه اخوي وزير العدل وزير الاوقاف في بعض المشايخ متطرفين يحرضون ابنائنا على الجهاد ويحرضونهم على التطرف لذلك يجب الانتباه لهذا كذلك على وزارة الاعلام الانتباه اذا الى بعض القنوات مثل قناة وصال وقناة المجد وقناة الافق كل هذه القنوات قاعد تحرض لمتى المجاملة انتهت يا اخوان لما يوصل الامر لخطر على الكويت ولامن الكويت لابد ان نحذر منهم اصدر وزير الاعلام السعودية السابق عبد العزيز خوجة قرارا يقضي باغلاق مكاتب قناة وصال الفضائية في السعودية استمر معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي فهد الشجيران بادرة اغلاق قناة وصال انا اعتقد انه يجب ان تتبعها ايضا قوانين تجرم التحريض الطائفي وهذا ممكن أن نستقيه من نفس الأمر الملكي ألف تقسيم 44 الذي حظر الانضمام للجماعات المسلحة نفس هذا الأمر الملكي يجب يمكن أن نفسره ونؤوله لنخرج به إلى صيغة تجرم التحريض الطائفي من الطرفين ولكن يجب أن نركز على الإعلام الطائفي الداخلي الإعلام الطائفي الخارجي ما نقدر نسيطر عليه لأنه مش سعودي وحنا نتمنى السعودية طيب. لكن يهمنا إغلاق هذه القنوات ما لا تكفي قناة واحدة لا تكفي نريد بقية القنوات هذا الضخ الذي كان موجود للمحاسبة ربما. والملاحقة Television, like the internet, knows no borders. So a successful clampdown on TV incitement needs to be international. The good news is that opponents of extremism anywhere have allies in the Arab world. The question is, will all these actors come together in a campaign for change?